انا جاهز. انتوا جاهزين؟ احنا جاهزين. يلا. احنا عملنا دلوقتي ايه بلان مود للموبايل بتاعنا. اوكي. هنبدا دلوقتي معاك. امتى بتسمع للناس ورايهم فيك وامتى بتتجاهله؟ بسمع لهم لما بيكونوا هيقولوا حاجه تشدني، بتجاهله لما يكون الغرض هو التهميد او الغرض انه يكسروا فيا، لكن مهم جدا ان نسمع كلام الناس واشوف ايه الحاجات اللي اقدر استفيد منها واستفيد منها. طب بتعلم طبعا، طول عمري بتعلم يعني. ليه قررت ان بدايه مشوارك الرسمي في الاداره يكون في لجنه الانديه مش الاهلي؟ ما هو الاهلي هو اللي مرشحني على فكره. لما بتحب تفصل بتعمل ايه او بتروح فين؟ لو بحب افصل بطلع اصطاد على طول في البحر، حياتي كلها في البحر يعني. دلوقتي غيرت بقى في الجو، انا مش عارف عامل ازاي يعني الحاجتين دول مع بعض فعلا يعني. طول الوقت انت شايفه البلد والمناظر من الارض، لكن لما تشوفيها من السماء كمان دي حاجه فوق الخيال واحساس مختلف يعني. انك طايره يعني، الانسان بطبيعته ما ينفعش يطير، فتخيلي انت طايره، فحاجه ممتعه جدا. اشوفك على خير بقى تحت ان شاء الله. نتقابل تحت ان شاء الله. باي باي. شكرا لك، مع السلامه. غير طبيعية. مصر بلد عظيمة، ويارا تمارا سليم بحبكم جدا جدا. انت كويس؟ انا زي الفل. زي الفل. طب عايزين نسالك سؤال مهم قوي. نعم. حسن شحاته اعتزل سنه كام؟ نعم. حسن شحاته اعتزل سنه كام؟ بجد سؤال صعب جدا. لا لازم تجاوب. ده يعني اوائل الثمانينات. ايوه. طب كويس، انا فاكر. أيوة. فاكر. هو طبعا. طب ويارا عيد ميلادها امتى؟ 1/9/87. لا لا ما تقلقش. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. شكرا لك. الله يسلمك. الله يسلمك.